الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ عزيز عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لسيادته سعادة الأخ العزيز هايلي مريم ديسالين رئيس جمهورية أثيوبيا الفيدرالية والوفد المرافق لسيادته سعادة الأخ جيمس واني إيجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والوفد المرافق سعادة الأخ روهاكانا رودينجا رئيس وزراء جمهورية يوغندا والوفد المرافق معالي السيد عبد الله بن محمد بن سعيد بن غباش وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة معالي السيدة جيرمين كاميليس وزير الطاقة والمياه بجمهورية رواندا معالي السيد موسى هاريمة وزير الداخلية بجمهورية رواندا السادة مناديب الإيجاد مبادرة حوض النيل وممثل البنك الدولي والممثل الإقليمي لوكالة التعاون الألماني سادة السفراء والحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أخاطب جمعكم الكريم وأنتم تحتفلون اليوم بالتوقيع التاريخي على وثيقة اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الأثيوبي، وأن يكون لنا الشرف أن تحتضن خرطوم التوقيع على هذا الاتفاق الهام والعظيم. وإنني أصالة عن نفسي ونيابة عن شعب وحكومة السودان أرحب بكم أشد الترحاب، وأنتم تقدمون على عمل تاريخي غير مسبوق في إطار العلاقات الأزلية بين شعوبنا ودولنا الثلاث، متطلعا دوما لعلاقات طيبة تقوم على أسس الاحترام والثقة المتبادلة للوصول إلى تنمية مستدامة وحقيقية تساعد شعوبنا على خلق أرضية ثابتة للنهوض لمصاف الدول المتقدمة وتوفير سبل العيش الكريم والأمن والاستقرار في إقليم وادي النيل بأسره. أصحاب الفخامة الرؤساء والحضور الكريم، إن حكومة السودان إيمانا منها بحتمية التعاون وترسيخ أواصر الأخوة والمحبة والصداقة بين دول حوض النيل وتحقيق الوحدة والتضامن الأفريقي بين كافة دول القارة، قد وضعت في مقدمة أهداف سياستها تنمية وتطوير ودعم العلاقات الأزلية مع أشقائها بحوض النيل عموما والحوض الشرقي على الخصوص، وهي علاقات ترتبط بالتاريخ والحضارة وتبنى على حاضر ومستقبل شعوبنا. وها نحن اليوم بالتوقيع على هذه الاتفاقية التاريخية نكون قد مضينا خطوات مباركة في طريق إرساء الدعائم الراسخة للتعاون بين شعوبنا وتعزيزا ودعما للثقة والترابط والتعاضد بين شعوبنا ودولنا، والتي تنعكس إيجابا على توفير الأمن والاستقرار وزيادة التعاون الاقتصادي وتحقيق رفاهية المواطن بحوض النيل الشرقي، إذ أننا نؤمن بأن التعاون هو السبيل الأوحد للوصول إلى التفاهم والتكامل التام بين شعوبنا، وأنه بدون التعاون ستفقد شعوبنا الفرصة في حياة كريمة راغدة. فعلينا أن نعمل جميعا لخلق أرضية ممهدة للتعاون، بحيث نؤكد معا أن المصالح الوطنية يجب أن لا تأتي خصما على المصالح الإقليمية المشتركة ومصالح الجوار الودي. أصحاب الفخامة الرؤساء الحضور الكريم، إنني إذ أشيد بما تم تحقيقه
حيث تكلل باتفاق اليوم. أتمنى أن ينداح هذا الاتفاق على كافة أنشطة التعاون الخاصة مع دول حوض النيل من خلال الوصول إلى تفاهم حول مبادرة حوض النيل، تفضي في النهاية إلى اتفاق شامل يجمع كل دول حوض النيل، يدفع أجل التنمية مواردها المائية لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتأمين سيادتها وتقدمها واستقلالها ونهضتها وحرية قرارها. إن التعاون مع دول حوض النيل يمثل جسرا للترابط والتواصل بين دول الحوض المختلفة وأيضا مع أفريقيا، فإصلاح ودعم وتعزيز هذا التعاون واتفاق حوله ينصلح حال اقتصادنا وشعوبنا. وبالتوقيع على هذه الاتفاقية نؤكد الالتزام والاستمرار في التفاوض للوصول إلى اتفاقيات تفصيلية لتفصل ما أجمل في هذه الاتفاقية، كما أننا على ثقة أننا نضمن أن لا تكون في هذه الاتفاقية وفي هذا التعاون ما يضر بمصالح الشعوب في دول الجناء الثلاثة، وأن نضمن أن يكون إن شاء الله التعاون والمنفعة هي الأساس في هذه الاتفاقية إن شاء الله. أصحاب الفخامة الرؤساء والحضور الكريم، اسمحوا لي في ختام حديثي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للوزراء والخبراء الذين قاموا على أمر هذا الاتفاق وسهلوا على نجاحه، وأن أشيد بما قدموه من جهد وتفان وصدق وإخلاص. الشكر أجزله لحضوركم الكريم الذي يؤكد عمق التزامكم تجاه قضايا شعوبنا، والشكر كذلك لشركاء التنمية الذين ظلوا يدعمون كل أشكال التعاون المثمر بيننا. سيظل السودان دائما قلبا نابضا بالمحبة والوفاء والسلام والإخاء لهذا الإقليم الزاخر ولأفريقيا، والرخاء لشعوبنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.